وعلى بركة الله طلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلاقات مستمرة بعون الله، انطلاقات متجددة في انطلاقة ثالث الأيام وتحديات وانطلاقات هذا المهرجان الكبير الأضخم على المستوى المحلي والعالمي، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، هنا في انطلاقات وتحديات سباق الهجن وانطلاقات الحقايق ومسافة الأربع كيلومترات هي الحكاية، هي الرواية، سترويها، ستحكيها الأسماء والشعارات المختلفة بألوانها الزاهية، بألوانها الجميلة المرصعة بالألوان الجميلة والحاضرة في هذا الصباح الجميل. شوطنا الثامن للحقايق القعدان ينطلق لنتابع مقدمة الشوط وانطلاقة المركز الأول. من الجانب الأيمن يتقدم الآن شعار في هذه اللحظات، من يتقدم؟ يتقدم فاران بن عتيق بن محمد البريد المري، يقدم لنا سياف شعار بن قرع، يتقدم مع المستوى الأول. المركز الثاني وتابع القدوم من سراب راشد بن عايض بن سعود العجمي، ولكن غير الصداوي محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، يتقدم ابو عبد الله، يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، يتقدم بحضوره. المركز الثالث اتابع وصل مخرب ناصر بن احمد بن سعيد الزهراني، هو القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع بن جبران من الجانب الايمن اتحرك بتحركاته مع كرار سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري، اتقدم مع المستوى الرابع. المركز الخامس السبع قادم عامر بن راشد بن سعيد بن رايه المري، يقدم لنا انطلاقة السبع بانطلاقة الكبيرة. أيضا وصل شعار هملول محمد بن علي بن مبارك بن عمير المنصوري، يقدم شعار المنصوري بحثا عن الانتصار. متابعينا الأعزاء في كل مكان، النداء الأول تم الإعلان عنها عبر هذه الانطلاقة الجميلة، عبر هذا الحضور الرائع، ولكن ما الذي حدث؟ ما الذي جرى على الصدارة؟ غير الزهراني مع مخرب، خرب كل الأمور مخرب وتقدم، ولكن اللي ما جبنا لطاري أبدا. وانطلق الآن قايدهم، نعم وقايدهم في هذه اللحظات حمدان بن محمد بن خليفة بالهول المهيري، أمهرهم يا المهيري مع قايدهم مع الصدارة بالنجمة الصفراء، بالنجمة المنطلقة الآن مع المقدمة. أتقدم مع انطلاقة قايدهم، أتقدم بالهول بحثا عن الانتصار وعن عن النوماس الغالي. المركز الثاني وصل بالرقم واحد، وصل الآن بحضور عبد الله بن محمد بن فهد المري، يقدم لنا جفارة ولمن الانتصار؟ ولكن بالرفعان، عايض بالرفعان القحطاني مع نواف أتلان ماجد بن محمد بن حلفان بالتضمير. المركز الثاني ايضا اسم جديد محمد بن صالح بن حمد بن صالح بن حديد مع هجام الكين
كيلومتر الأخير، كيلو الهجوم، كيلو الأمتار الأخير. عبد الله بن عيض بن عبد الله آل محمد بن ليث الصيعري يقدم شاهين، ومحمد بن عبد الله بن شريم قادم، ولكن بن رفعان يقدم نواف. نواف يا بن رفعان، عايض بن رفعان آل عاطف القحطاني يتقدم إلى ماجد بن محمد بن حلفان، ولكن الصيحري الصيحري ابن شروره يتقدم بن عيضه، يتقدم عبد الله بن عيض الصيحري يتقدم، ولكن من القادم؟ الحمر الحمر محمد بن سعد بن حماد آل صافية المري محليفة، حالف الحظ حالف الحظ بن صافية، صفاله الجو اليوم صفاله الجو اليوم مع حليفة حليفة إلى الانتصار إلى النوماس. محمد بن سعد بن محمد آل صافية بن شريم قادم بن شريم قادم، الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة محمد بن عبد الله بن شريم، ولكن محمد بن سعد بن صافية. يا سلام الله الله بعبد الله بعبد الله بعبد الله، تستاهل والله تستاهل والله، مبروك النماسة محمد بن عبد الله بن شريم مع الصداوية. الله يا الانتصار الكبير بالأمتار الأخيرة. المركز الثاني حليف محمد بن سعد محمد آل صافية المري قدم لنا انطلاقة حليف مع المركز الثاني. إذا المركز الثالث والرابع والخامس كان تدخل سريع ولقطات الإعادة. إذا تهانينا لمحمد بن عبد الله بن شريم المري في هذا الحضور الجميل، مشكور يا أبو عبد الله على هذا الحضور، قدم لنا البطل وهذا النجم الصداوي. 6 دقائق 12 ثانية و53 جزء من الثانية، مشكور يا أبو عبد الله على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني محمد بن سعد محمد آل صافية المري مع انطلاقة حليف، 6 دقائق 13 و7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث شاهين عبد الله بن عيضة بن عبد الله آل محمد بن ليث الصيعري، قدم شاهين 6 دقائق 13 و81 جزء من الثانية. المركز الرابع رايق محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. المركز الخامس عايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني، قدم لنا نواف مع خامس المراكز. إذا محمد بن عبد الله بن شريم بطل هذا الشوط، مشكور يا أبو عبد الله، أتى بالأمتار الأخيرة مع البطل الصداوي ليقدم لنا هذا الحضور الكبير. تهانينا والنوماس والف مبروك لك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، مشكور يا أبو عبد الله. إذا هكذا ملخص شوطنا الثامن.